تعرف هي لغة سي بلس بلس لسه مستخدمة ولسه حلوة ان انت تتعلم او تبتدي تعليم برمجة بيها في 2024 ولا لا؟ خلينا نشوف كل الكلام ده وخلينا نبدأ في الاكشن على طول. وانا بيكو فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع. مبدئيا نقطة قوة لغة سي بلس بلس ان هي بتخلي اي لغة برمجة تانية لغة سهلة. يعني لو انت اتعلمتها كبداية هتلاقي بايثون اسهل، هتلاقي جافا سكريبت اسهل، هتلاقي جافا حتى الجافا هتبقى اسهل، هتلاقي اي لغة برمجة تانية اسهل بمراحل. فدي نقطة القوة الاولى في لغة السي بلس بلس. نقطة القوة التانية في لغة C++ ان هي خفيفة وسريعة جدا، يعني بتقدر ترن على اقل امكانيات للاجهزة، وده اللي بيخليها مناسبة جدا للهاردوير ومناسبة كمان للحاجات الامبيدد ومناسبة للكلام او الاجهزة القديمة، لان هي لغة قديمة نسبيا، دي من سنة 60 او من الستينات موجودة، يعني من اوائل الاجهزة اللي كانت موجودة، فكانت الحاجات او الموارد بتاعت الجهاز بتاعك ضعيفة وقتها، وده اللي بيخليها قوية في الجزئية دي، انها ما بتاخدش موارد كتير وسريعة في الران تايم جدا، يعني بتقدر تنفذ اوامر كتيرة جدا في وقت قليل. دي من نقط القوة كويسة جدا في لغة السي بلس بلس. بس من ضمن العيوب اللي هنلاقيها اول عيب كده بالنسبة لان هي لغة قديمة، ان التطور فيها للأسف مش احسن حاجة، الكوميونيتي بتاعها مش بيتطور بسرعة، فدي مشكلة كبيرة في السي بلس بلس. ممكن تحس ان هي لغة صعبة شوية، وده اللي هيوجهنا بقى لبداية العيوب بتاعت اللغة دي. بس قبل ما نقول العيوب لازم تعرف اصلا انت هتستخدمها في ايه في 2024. بتستخدم في حاجات زي الكور او القلب بتاع الـ AI generators مثلا، او محركات الـ AI الاساس بتاعه، حتى ما بيبقاش بايثون بيبقى للأكواد السهلة، لكن لو عايز حاجة تنفذ بيج داتا بسرعة هيكون C++ الافضل. تاني حاجة هي محركات الالعاب، معظم الالعاب شغالة C sharp او C++، وده عشان هي بتبقى سريعة جدا والالعاب بتحتاج تحليل لداتا كتير وتعمل فريم ريت سريع، فبالتالي لازم محرك الالعاب خصوصا لو انت هتطور محرك العاب مش لعبة يكون باستخدام C++ او C sharp. وتالت حاجة زي ما قلنا الهاردوير اساسي عشان تقدر تنفذ حاجات على كتاية صغيرة او تعتبر المايكرو كنترولر صغير، مش يعني ما فيهوش موارد كتير، لا رامات كتيره ولا بروسيسور عالي ولا اي حاجه من الحاجات دي، فبالتالي انت عايز حاجه تنفذ الاوامر المتكرره بسرعه كبيره. هي دي اشهر استخدامات السي بلس بلس. نبدا بقى في عيوب السي بلس بلس اللي تخليك ما تكملش فيها، وهنقول في الاخر تتعلمها ولا لا وتبدا بيها ولا لا. بس العيوب دي من ضمن العيوب بتاعتها ان هي بسبب انها قديمه نسبيا، فانت سهل جدا تقع في مشاكل فيها، سهل انك تلاقي ايرورز فيها، بتعمل اخطاء برمجيه كتير من خلالها، ده بيكون عيب كبير. تاني عيب لو انت بدات بيها هتحس ان هي لغه تقيله، انت بتحس انك بتواجه حد يعني جامد شويه في البدايات، فدي بتكون نقطه مش كويسه في لغه السي بلس بلس لو انت بدات بيها. ولو انت مش متعلم على ايد حد محترف في لغه السي بلس بلس وحد فاهم كويس يوديك لغايه فين، هتحس انك بتتصاب بشلل اثناء تعلم لغه السي بلس بلس، فانت هتحس ان هي حاجه مش لذيذه، هتحس انك ممكن تتقفل من البرمجه كلها بسهوله بمشاكل كتيره جدا. ومن ضمن عيوب السي بلس بلس كمان هي الحدود الكبيره بتاعتها في انشاء التطبيقات، يعني ما تقدرش تعمل بيها حاجات جافا سكريبت بتعملها بكل سهوله، البايثون بتعملها بكل سهوله، لا هتلاقي الدنيا في السي بلس بلس ارخم واتقل نسبيا، يعني هتلاقيها مش سهله خالص انك تشتغل بيها. فبالتالي امتى تتعلمها؟ تتعلمها كبدايه على ايد شخص محترف او تعليم اكاديميك، يعني هو الاكاديميات او التعليم الجامعي بيحاول دايما يعلمك سي بلس بلس الاول. في الحاله دي تقدر تتعلمها. وكمان امتى؟ لو انت اصلا عندك موهبه السيرشنج، يعني انا مثلا في البدايات اتعلمتها بسهوله لاني بعد 3 4 سيشنز او 3 4 محاضرات لقيت ان انا بعرف ابحث كويس على النت واعرف اجيب المعلومه من موقع حتى سي بلس بلس الرسمي او اللي هو الدوكيومنتيشن بتاعها. فلو انت قدرت توصل لليفل ده بسرعه اتعلمها كويس، لكن لو انت مش بتحب البحث وبتحب تطبق ورا الكورس، مع اني ما انصحكش بحاجه زي دي، بس حابب تطبق كده ورا الكورس، لا يبقى السي بلس بلس مش هتكون مناسبه ليك كبدايه، وتقدر تبدا ببايثون هتكون مناسبه جدا ليك. وعشان توصل لاي مدى في تعليمها، يعني انا مش عايزك تاخد فيها شوط كبير، ما تحاولش يعني تتعمق قوي فيها، كفايه انك توصل لمرحله كويسه الاف والفور لوب والدو وايل والوايل والحاجات دي،
وتبدأ تتعلم الفانكشنز، تبدأ تتعلم الأوبجكت أورينتد كويس جدا، وتركز على الأوبجكت أورينتد لأن الأوبجكت أورينتد فيها كويس جدا، أو اللي هو OOP. وبعد كده يعني خد لك فكرة عن البوينترز والريفرنس والحاجات دي، وطبعا هتكمل بقى داتا ستراكشر بيها، إن هي بقى تتعلم إزاي تعمل ستاك، إزاي تعمل لينكد ليست، تعمل الحاجات دي كلها. يعني شغل كده هو الالجوريزمز، ما انصحكش تكمل بيها الالجوريزمز بعد كده. بيجي سؤال دايما في دماغ الناس برضو في الاخر كده، انك تتعلم جافا سكريبت ولا تتعلم بايثون ولا تتعلم سي بلس بلس كبدايه. زي ما وضحنا من شويه، تتعلم سي بلس بلس في حاله ان هو الكورس كان كده او انت بدات كده، يعني لو انت هتتعلم من الويب او لو انت هتتعلم من النت، ما يستحسنش ان انت تبدا بسي بلس بلس، ابدا ببايثون. اما جافا سكريبت برغم ان في ناس كتير بترشحها، بس انا مرشحها لكش نهائي. يعني الجافا سكريبت اللوجيك بتاعها داخل في بعضه، فانا ما انصحكش بيها، انصحك ببايثون اكتر لو انت حابب بس تاخد فكرة كويسة عن المجال وبس. ده كان فيديو النهاردة البسيط، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافدكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش شوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، استنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جايه، وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وعشان ما تبقاش من الهواه.